وعبد الله بن المبارك خرج مرة في القتال، فلما تواجهوا مع الروم وهو من أبرز وأقوى المجاهدين في سبيل الله، حتى إن الفضيل بن عياض كان يتعبد في المسجد الحرام وابن المبارك في الثغور يقاتل في سبيل الله، فأرسل الفضيل بن عياض إلى ابن المبارك يقول: أنت عالم، تعال اجلس ابكي في الحرم وتعبد معي ودع الجهاد لمن كانوا ليس عندهم علم شرعي إنما قوة بدنية فقط. فأرسل إليه ابن المبارك يقول: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا، لو رأيت ما نحن فيه من جهاد وقتال، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فخدودنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والتراب الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يجتمع غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، لا يجتمع غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. ابن المبارك التقوا مرة بالعدو، فخرج رجل من أقوى العدو بأسا وجعل يجول بين الصفين ويصيح بالمسلمين: من يبارز؟ من يقاتل؟ فلم يخرج إليه أحد، فوضع ابن المبارك طرف عمامته على وجهه ولبس الخودة على رأسه، ثم استل سيفه وخرج وقاتله حتى قتله، قتل ابن المبارك ذلك الرومي. فخرج رجل من الروم إلى ابن المبارك فقتله ابن المبارك، ثم خرج ثالث فقتله ابن المبارك، ثم ثار الصفان. فأقبل الناس إلى هذا الملثم ابن المبارك لا يدرون من هو، من هو هذا الرجل الذي رفع راية الله وأعلى كلمة الإسلام وأعز الدين وأذل المشركين، من هو؟ فجعلوا يحاولون أن يعرفوا وهو يتصدد بوجهه عنهم ليدخل في غمار الناس فيختفي. فأقبل إليه أبو عمر أحد أصحابه وقد شك أنه صاحبه، أقبل إليه ووضع طرف أصبعه على عمامته ثم كشف اللثام، فغطاه ابن المبارك مباشرة وقال: حتى أنت يا أبا عمر ممن يشنع علينا، ممن يريد فضحنا، ممن يريد أن يظهر عملنا، يعني لا يظن بك، حتى أنت يا أبا عمر ممن يشنع علينا. فعد كشف عمله فضيحة، يقول: أنا أريد العمل الذي عملته ألا يقصد قلبي أن يشكرني أحد أو يثني علي أحد أبدا، أنا أريده لله، أريد الجهاد لله ألا يعلم به أحد.